والحريق الهائل في مبنى وزارة الأوقاف في وسط البلد. معانا على التليفون دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتور، وأولا طمنا على إخواتنا وأهالينا العاملين بالوزارة اللي ممكن يكون كان بعضهم متواجد في المبنى. طيب، اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، اهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. خليني اولا اطمن حضرتك ان هو بفضل الله الحمد لله رب العالمين ان احنا ما عندناش اي خسائر بشريه ولا اصابات في حريق مبنى الوزاره اليوم، الحمد لله. وبأزيد اطمئنان حضرتك ان الوزاره انتقلت بكامل طاقتها منذ اول يوليو. انتقلت الوزاره بكامل طاقتها وكامل العناصر البشريه اللي فيها لمبنى الوزاره في العاصمه الاداريه الجديده في اول يوليو 23. وقبل ما ادخل في الموضوع خليني اقدم كل الشكر والتقدير لرجال الحمايه المدنيه طبعا على تفانيهم في عملهم وسرعه تحركهم وسيطرتهم على الحريق. والحمد لله رب العالمين ان احنا كامل المستندات اللي كانت باقيه ما زالت لم تنتقل بعد الى العاصمه الاداريه الجديده، الحمد لله هي امنه تماما، والحمد لله ان هي بعيد عن اي شيء حصل النهارده. وخليني برضو اطمن سيادتك ان هو من فضل ربنا علينا ان احنا الحمد لله رب العالمين النهارده ما عندناش اي خسائر نهائيا، لا بشريه ولا اصابات ولا حتى خسائر في اي مستند ولا اي حاجه. ده كان تاني سؤال هساله طبعا، هقول لحضرتك الوثائق والمستندات اللي في حوزه وزاره الاوقاف هي مستندات غايه في الاهميه، وايضا مستندات كمان تاريخيه، يعني جزء من تاريخ هذا البلد موجود في الوزاره، فالمستندات نعم سليمه 100%. خليني اطمن سيادتك نعم ان الحجج الوقف اللي كانت باقيه في الوزاره ولم تنتقل بعد العاصمه الاداريه الجديده وبعض المستندات الحمد لله رب العالمين هي امنه تماما. وما حدث من تلفيات هي تلفيات ماديه، يعني في الامور الماديه اللي كانت موجوده في بواقي الاساس اللي كانت متواجده في الديوان بعد عمليه الانتقال الكامله اللي تمت في يوليو 23. طيب ماذا عن المبنى؟ هل حصل اي خسائر في المبنى؟ وحجم الخسائر طبعا ايه؟ طبعا نتيجه الحريق اللي حصل في طبعا خسائر ماديه في المبنى، ولكن في طبعا هناك لجنه مختصه بيجري فيها العمل الان على حصر التلفيات لمعرفه اللجان المختصه المعنيه، وسوف نطلع طبعا حضراتكم على نتيجه الحصر ده ان شاء الله. هل حصل اي ايوه اتفضل يا فندم. خليني برضه اقول لحضرتك ان 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 نتيجه نزول الفحص الفني للاداره العامه لتحقيق الادله الجنائيه ايوه اثبت يعني ان الحريق نشب بسبب حدوث مس كهربائي كان في توصيلات التجهيزات الكهربائيه اللي كانت في وحده التكييف الداخليه اللي كانت في غرفه السيرفرات اللي كانت في الدور الاول، ودي اللي نتج عنها اندلاع الحريق. طيب دكتور عبد الله، هو التكييف والسيرفرات موجودين ليه؟ مفترض انه كل شيء من الوزاره او في الوزاره انتقل للمبنى الجديد، فاكيد السيرفرات دي انتقلت والتكييفات مش مفترض انها دايره. لا بالفعل انا باكد على كلام سيادتك، هو السيرفرات اللي كانت متبقيه وموجوده دي كانت خاصه بخطوط الربط اللي بتربط مديريات الاوقاف مع بعضها، وكان هي الجزء الوحيد اللي كان متبقي وكان بتجري عليه عمليه الانتقال الكامل، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. واحنا بنحمد ربنا الحمد لله رب العالمين ان احنا ما عندناش اي خسائر في الارواح ولا اي اصابات، والحمد لله ان حبابنا كامله مؤمنه كامله ولم يحدث عليها اي شيء ان شاء الله. وكان السيد الوزير وجه الموضوع كاملا موضوع الحريق لتحقيق النيابه العامه والنيابه الاداريه، وفي انتظار نتائج التحقيقات ان شاء الله. لكن البحث الجنائي قال انها ماس كهربائي بسبب التكييف، مفيش اي اشاره الى انه ممكن يبقى ده معمول بفعل فاعل لا قدر الله. لا نهائيا، هو بالفعل البيان ده تم نشره من خلال الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه ان الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي
خاص بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائيه واللي كانت بتخص وحده التكييف الداخليه في غرفه السيرفرات. ربنا يستر. ربنا يعين الحمد لله ان احنا ما عندناش اي خسائر لا في الارواح ولا اي اصابات لاي عنصر بشري. يا رب الحمد لله على كل شيء. جيد جدا انه اخواتنا واهلينا اللي موجودين هناك زي الفل، ما فيش خسائر في الارواح، ما فيش اصابات، الوثائق امنه بنسبه 100%، بعض التلفيات في المبنى جاري تقديرها، وفي النهايه الموضوع اصبح في يد النيابه العامه تطلعنا على ما يحدث. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، وربنا باذن الله يقدر ويلطف. كل الشكر للدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف.